مش حته هنرجع برضو نقول غلطه الشناوي غلطه الشناوي، بس الفرقه كسبت فمش هتقدر تلعب حد تاني، لان هيجي يقول لك طب ما الفرقه كسبت انا هغير حارس مرمى ليه ممكن لما تخسر اقول لك اه. مين اللي قال كده؟ لا الخطأ ما ملوش حدش دعوة، الخطأ ملوش دعوة بالمكسب لا والخسارة. يا كابتن لا لا، المكسب بص هو والخسارة. بيتكلم عن ان المكسب استنى بص يا بس، كابتن استنى بس، المكسب يا المكسب كابتن هو في فرقة والخسارة، بتكسب، المكسب في فرقة والخسارة. بتكسب اسمع هتغير طيب، حارس المرمى طب اسمع طيب، المكسب عشان غلط والخسارة. غلطة؟ لا لا لا، المكسب والخسارة بيقول ايه؟ بيقول على الأداء كتوتال الجماعي، إن خلاص، لكن مش الفردي. يعني ممكن النهاردة حسام حسن تمام؟ مع حفظ الألقاب طبعا، الطريقة اللي لعب بيها عجبتك؟ لا طبعا طب يعني ممكن يعدل الطريقة الماتش اللي جاي صح؟ طب ايوه ما هو بس كسب يعدلها ليه؟ استنى بس، لا لا لا، جاوب بس على ما السؤال، يعدلها ليه؟ ها؟ ما انا كسبت، انا لو غيرت الشناوي اغيره ليه؟ ما انا كسبت. طب هو ليه غير الطريقة؟ معنى انه غير الطريقة يعني هيخرج ناس وينزل ناس صح؟ ليه حضرتك؟ رد يا باشا. لا يا كابتن انت دلوقتي انت غيرت الطريقه لان انت كان عندك مشكله يعني فتوح لو سليم يرجع يلعب. لا يا باشا، انا انا بتكلم في معاك. نقطة معينة، لا مالكش دعوة مين مصاب او بص مين يا مش كابتن مصاب. حراسه انا انا مع احترامي بتكلم حراسه في نقطة المرمى غير الفرقه حراسة كلها. المرمى. حراسه المرمى يا اسمع كابتن بس، ده لما موضوع هي تاني حراسة خالص. المرمى غير الفرقة كلها، تلاعب واحد رجليه في الملعب ولا تلاعب واحد مش رجليه في الملعب؟ طب انت لما لعبت واحد رجليه مش في الملعب بتقول ان انت بتدي له ثقة عشان في استاد القاهرة، ممكن اتفق معاك. طب انت ايش ضمنك ان مش هيلاعب مصطفى شوبير الماتش التاني؟ تتوقع ايه؟ ها؟ لا انا بقول عشان الفرقه كسبت. لا مفيش حاجه اسمها الفرقه كسبت. لا يا كابتن ما انت مفيش حاجه بص يا اسمها الفرقه كابتن كسبت. انت يا كابتن ما في حاجه ينفعش ان اسمها انا الفرقه ممكن تكسب. احطه في مباراه طب انا اقول ابراهيم. لك على حاجه يا كابتن، اصل انا ممكن بص، انا لو اصل دخلت، انت كلمه رجله في الملعب ما كابتن ما اتقالش مع الشناوي. لا انا لو حته دخلت رجل انا دماغ. بكلمك يا كابتن بص طب ما هو ان الخطا ده الشناوي بتاعه لعب يا كابتن ما هو ليه؟ عشان طبيعي بقاله كتير مش في الملعب. بص تمام، هو انا غلطت في الشناوي يا جماعه؟ انا مش بغلط يا جماعه، ما انا حدش بقول بيغلط. طب الشناوي انت جون شايف يا كبير. كابتن ان كابتن انا حسام حسن بتكلم لعب في نقطه الشناوي معينه، ليه؟ هقول لك ليه. لو دخلت دماغه الحاجه الوحيده بس اللي اقول ان هو بيفكر فيها، ان عايز يدي ثقه للشناوي داخل الملعب فيديها له داخل مصر، ودي نقطه مهمه مع الجمهور خد بالك. انا بشوف ان لكن الماتش لا لو وجهه نظر خارج كابتن مصر حسام حسن حاجه تانية خالص. ايه بقى؟ ان الشناوي عنده المخزون وعنده ان هو عنده الخبرات وعنده الخبرات وعنده لا لا صفه لا القياده لا وعنده حاجات كتير قوي. لا 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 لا، بص يا كابتن ياسر ابراهيم عنده الخبرات، بيلعب في النادي بص يا كابتن ده الاهلي. في حارس ده حراسه المرمى يا كابتن لا غير ده ان انا مساك برضه. لا استنى بس، ده مساك. لا يا كابتن انا ايه ده؟ بقالي كتير قوي ما بلعبش وعندي هو عندي مين رامي ربيع اصعب؟ اللي استنى بيلعب بس، هو مين مكانه حساس؟ حارس المرمى. حارس المرمى ولا المساك؟ يا كابتن الخطوره ماشي فين بقى؟ حساس المرمى رقم واحد والمدافع الخطوره رقم فين؟ اثنين الخطوره في حارس المرمى صح، مش المساك كمان. ده انا بقول لك اهو، المساك انا بقول بطريقتك مش بطريقتي. انت قلت خبرات و ياسر ابراهيم خبرات ولاعب النادي الاهلي ولعب على مستوى عالي ولعب كاس. بس حساسيه المباريات مش عايز مش عنده يعني كابتن زي عندي حراسه الشناوي المرمى مش عندي ياسر كابتن. هو ابراهيم عنده حراسه مخزون ان المرمى، هو يعرف يتعامل. طب ما وياسر الشناوي ابراهيم كابتن عنده النهارده المخزون. النهارده حارس المرمى بيبقى وياسر ابراهيم عنده المخزون. انت النهارده شفت رامي ربيعه؟ يا كابتن هو طبيعي ان اسمع، هو شفت يلعب رامي ربيعه؟ طبيعي طيب ان هو طب انت يلعب شفت، انا على فكره طبيعي ان هو يلعب وانا حتى قبل تمام. المباراه قلت انه يلعب، بس شفت رامي ربيعه؟ لما ما بيعرفش يباصي على فكره، مش غلط فيه، بالعكس انا اشدت برامي ربيعه الفتره الاخيره وقلت اسمع بس، وان هو مساك كويس جدا دفاعيا. النهارده تحس انه مهزوز الباص بتاعه صح. ابراهيم اهو كان بيتفرج معاه كل الباصات غلط، تحس انه في حاجه. طيب ليه ما نزلناش ياسر ابراهيم؟ لان الحق انه يلعب رامي ربيعه لان هو اللي رجله في الملعب. طب انت بتتكلم على الشناوي وهو اصلا بعيد، وفي حراسه المرمى ده اصعب مكان في الملعب كله، في الملعب كله دي تحط واحد رجليه مش في الملعب وتقول اصل الشناوي عنده المخزون وعنده الخبرات. طب ما ياسر ابراهيم عنده الخبرات. انت بتدخل انت يعني في طب يعني تناقض معنى في كده الكلام. كابتن يعني معنى كده زي ما انت بتقول مثلا انا شايف ان الشناوي مثلا الماتش الجاي ويلعب شوبير وانت مثلا كسبان. انا ما قلتش شايف، انا بقول لك لو مصطفى شوبير لعب ايه اللي هيحصل؟ ما انا ما لا مين كابتن هيروح بقى انت النادي جيت الاهلي قلت يلعب؟ دلوقتي، انت جيت قلت دلوقتي انا عندي لو انا مثلا مسؤول ان انا المباراه اللي جايه ان انا العب مصطفى شوبير لان انا ما الشناوي قلتش غلط. كده تتوقع لا 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 الشناوي غلط. انا ما قلتش كده، ما انت انا قلت قلت ان انت ممكن الشناوي، تغير صح؟ انا قلت الشناوي الجون منه صح؟ تمام. فسالتك سؤال، لو مصطفى شوبير لعب الماتش التاني على كلامك انا ان ما انت بتكلمش قلت على مصطفى شوبير اسمع يا كابتن، بس، بكلمك ان انت هتغير ولا مش ما انا هتغير؟ هكمل لك، ما هو غلط، هكمل ما لك هو الشناوي والله غلط. والله انا بقول هكمل لك مش لك. طب هتقدر هكمل تغيره. لك وجهة نظري، قلت لك الجم الشناوي، طب تعمل ايه لو مصطفى شوبير لعب الماتش التاني على كلامك ان الشناوي لعب في المنتخب فهيروح النادي الاهلي ان هو عايز يلعب؟ طب لو مصطفى اللي لعب بس، ده سؤال انا تتوقع ما قلتش حاجه، ما قلتش انه اتوقع يلعب. ان هو هيلعب يا كابتن بنفس التشكيل بنفس الشناوي هو هيلعب بنفس بالشناوي التشكيل بنفس الطريقه؟ لا
لا ما اعتقدش بنفس الطريقه، هو هيعدل الطريقه. ليه ما كسب؟ هيلعب الطريقه. لا يا كابتن مش بص يا كابتن، لا انت كده بص يا كابتن، قصه حراسه المرمى حاجه، انا ده دي وجهه نظري، قصه حراسه المرمى حاجه وقصه اللعيبه حاجه ثانيه خالص. ده لو تالق، لو اثبت ان وجهه نظره صح. انا بقول لك عليه حاجه، الشناوي غلط. اسمع بس، الشناوي مش انت كنت بتقول عليه حاجه وغلط؟ الشناوي غلط يا جماعه، الشناوي جون كبير فممكن يتغير من غلطه. وعلى فكره كل الناس ممكن تغلط، احنا بنتكلم بس في عداله مش في قصه الغلط ذات نفسه. الناس بتسيب الكلام وتيجي في قصه الغلط ذات نفسه. لا 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 لا، عشان كده بقول لك حتى لو هو غلطان بيتكلم على البدايه. كل لعيب، كل لعيب في الدنيا حتى مهما كان اسمه مهما كان خبراته بيغلط، بيغلط. بس انا بنتكلم ايه، انه كان بعيد فغلط، فانت نظريتك ما كانتش في محلها. لازم تدي الراجل ده حقه اللي هو تألق. هي مش بـ مش بـ مش بالسن ولاعب، لا هي بواحد بيبذل مجهود عشان يوصل للمكانه دي. الشناوي ذات نفسه اول ما راح هتلاقيه بذل مجهود عشان ياخد الفرصه. طب حط نفسك مكان الشناوي، الشناوي في بداياته بذل مجهود كبير جدا عشان ياخد الفرصه دي، صح؟ لو حد كان قعده كان هيبقى الشناوي؟ ها؟ لو حد كان قعده؟ انت ايه مش مركز في كلامك؟ لا لا معاك معاك. كان هيزعل. صح؟ وكان لا ازاي هناخد فرصه؟ امال انا قاعد ليه؟ نفس القصه مصطفى شبيه. وانا قلت هنا قبل كده مش عيب ان واحد مكاني، انا كوال اباني مثلا بلعب وانا راجل خبرات وبتاع، تمام؟ وانا قعدت فتره مصاب. احمد عادل لعب مكاني او ابراهيم سيد لعب مكاني، تمام؟ وتالق. انا مش عارف هلعب باي وش، حقه انه يلعب لحد ما الدنيا ايه وحصلت. انا وابراهيم سعيد على فكره في نادي الزمالك، ابراهيم جه لعب وانا قعدت على فكره، تمام؟ وابراهيم تالق. انت شفتني عملت مشاكل؟ لا لا خالص، على فكره كنت ملتزم جدا يا كابتن، بس النوعيه دي بتبقى قليله جدا. انا ماليش دعوه، مش الشناوي بقى نوعيه دي خبرات، لا اله الا الله. فلما ابراهيم بص، لما الناس حست بقى ان ابراهيم تالق وائل نزل تالق، بقينا نلعب احنا الاثنين. بص بقى، بس انا ما زعلتش وما قلتش ايه ابراهيم لا خالص اهو. برضه هرجع اقول لك كابتن سياسي، لان هرجع اقول لك تاني، مين اللي لعب؟ ابراهيم سعيد. تالق ولا ما تالقش؟ لما المستوى يقل بتاع ابراهيم ماتشين او ثلاثه وانا ما لعبتش هبدا هنا ازعل. بص بقى طبعا. وانا بقول لك اهو، طب انا معاك معاك، اكمل له النقطه دي. ده الطبيعي، اكمل لك كابتن ابراهيم النقطه دي. اسمع بس، انت بتكلم طب افرض 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 يا كابتن، دلوقتي دلوقتي الفرقه اتغلبت او الفرقه خسرت، بس كابتن ابراهيم ماشي كويس، هتعمل انت كمدير؟ لا لو ادائي كويس، طالما ادائي كويس انا ماليش علاقه. هتعمل انت؟ طيب هنا هنا انا كلاعب ماليش علاقه هنا يا كابتن. هلاعب ابراهيم سعيد، طبيعي ان انا هلاعب ابراهيم سعيد عشان هو متالق، مش خساره منه. طب فضل بقى ابراهيم ماشي كويس، تمام، طول السيزون والفرقه مثلا النتائج مش كويسه، طب عادي بس انا شغال هو كويس. ماله، انا بتكلم هنا بقى في حراسه المرمى. لا هو ماله، كابتن الموضوع مختلف. اسمع بس هنا، ما هنا بص، انت النهارده كسبت صح، بس احنا قلنا ايه؟ رغم ان انت كسبت في خلل في الطريقه، فهتعمل ايه؟ هتعدل الخلل. طب هنا ابراهيم سعيد خسر، بس ابراهيم سعيد هو متالق شغال كويس، مش هو ابراهيم سعيد الخلل، شوف الخلل فين وعدله. تمام. مش عشان انت مثلا خسرت يبقى اسمها من ابراهيم سعيد فتلاعب وائل قباني، لا ده مش منطق، لان هو الراجل ما قصرش.